السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فين التجديد بإذن الله كده وربنا يسهل، فهقولها في آخر الفيديو، خليكم معانا. هلا على طول والله يا جدعان، هلا معلش سيبنا جاي. انا مش هفصل يا جدعان، وزي ما تيجي بقى الجوز والقرآن مبطرق بالوحدة. اثناء المغرب خلي بالكم. والله العظيم اقسم بالله بالوحدة وبصرخها بالوحدة. يلا ربنا يرزقك. واحدة لايف اهي، هي ظاهرة، خليكم معانا. يا جدعان المكان ده احنا يعني صدفة
ما بفصلش والله، انا ما بقطعش. واحدة صغيرة وواحدة كبيرة، والله العظيم بطرق بالواحدة. خليكم معانا إن شاء الله ربنا يفرجها. بس يا هو عايز صنار صغيرة يا جدعان، عشان انا والله العظيم حارس صنار كبير. انا حاسس ان انا حارس صنار 7 كفتة. الله العظيم سيبوا معانا سرعة اللي في الجزء. اطلع سعر شوف على الغمزة. ان شاء الله على طول هو حتى ما بطعمش معانا دود. الشاور لما بدأ يخش يلا خليكم معانا. حاش صور والله ها صورة تفرح. لازم السنار صغير شوية أحسن، السنار الصغير برضه يعني كويس للشباب الأخضر. أما أنا حاطط والله كمان مرحلة السنار 7 كفت، يعني السنار يعتبر كبير بشوية، كبير شوية أبو دراع طويل ده. ان شاء الله على فكرة ما عدتش شايف والله.
على علامة من التليفون. اه والله يا جدعان، اخر سمكة. بص يا جدعان كده، ايه كده مش هينفع نقعد بقى عشان المغرب اتدلت علينا، فمش هينفع نقعد. يلا السلام عليكم.